السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالكم. اليوم غادي نشوفو توزيع الحصص مادة اللغة العربية حسب المنهاج المنقح 2021 لجميع المستويات، من المستوى الأول إلى المستوى السادس. طبعا المستوى الأول، قبل ما نبدأ في المستوى الأول غنعرفوا بأن المستوى الأول والثاني والثالث عندنا نفس المكونات، وبالنسبة للمستوى الرابع والخامس والسادس عندنا نفس المكونات، يعني تختلفوا غير في التوزيع الزمني. وعندنا حتى يعني المستوى الأول والثاني والثالث، عاد المستوى الثالث غادي يظهر لنا مشروع الوحدة اللي ما كاينش هو في المستوى الأول والثاني. وبالنسبة للمستويات الأخرى كاين عندنا مشروع الوحدة، يعني هذا هو الاختلاف. بالنسبة للمستوى الأول كيف ما قلنا نفس المكونات، عندنا مكون الاستماع والتحدث، مكون القراءة، ومكون الكتابة، يعني هادو غادي نصيبهم في المستويات الثلاث الأولى بحال بحال. وثاني واحد الحاجة أخرى، عندنا بالنسبة للظواهر اللغوية، يعني هنا في المستويات الأولى تتكون بشكل ضمني، يعني ما تنديروش درس ديال التراكيب ولا صرف التحويل لا املاء، ما تنشوفوا هذا الشيء حتى الرابع والخامس والسادس. نبداو على بركة الله. المستوى الاول عندنا الاستماع والتحدث، عندنا الحكاية تتكون لنا من الحكاية زائد الوضعية التواصلية. وقبل عندنا خاصنا نعرفوا بان الحكاية كنشوفوا حكايتين خلال الوحدة كلها، يعني تنعرفوا بان الوحدة تتكون لنا من 5 اسابيع، الاربع الاسابيع الاولى كنمرروا فيهم الدروس، والاسبوع الخامس كيكون فينا تيكون فيه اسبوع الدعم والتقويم، تقويم ودعم. عندنا يعني حكاية خلال اسبوعين، ووضعية تواصلية في اسبوع واحد. هذيك 5، يعني قلنا استماع وتحدث في 45 دقيقة لكل حصة، يعني 5 الحصص 45 دقيقة لكل حصة. هاد 45 دقيقة غادي نقسموها، عندنا 30 دقيقة للحكاية و 15 دقيقة للوضعية التواصلية. بالنسبة للقراءة عندنا 5 حصص ديال 45 دقيقة لكل حصة، والوحدات الثلاثة الأولى تنشوفوا حرف في كل أسبوع، والوحدة الثانية الرابعة والخامسة حرفين أسبوعيا، والوحدة السادسة نصوص قرائية بسيطة. لحقاش التلاميذ ديال المستوى الأول تيكونوا مازال متعرفوش يقراو مزيان. بالنسبة للكتابة عندنا 5 حصص لكل حصة 30 دقيقة، الخط تنمرره في حصتين يعني دي 30 دقيقة لكل حصة، نقل حصة واحدة، الإملاء حصة واحدة، وتعبير كتابي حصة واحدة، يعني 5 حصص بالنسبة للكتابة. غنجيو دابا غادي نشوفو المستوى الثالث، الاستماع والتحدث 5 الحصص، 4 حصص ديال 30 دقيقة للحكاية، وحصة واحدة ديال 45 دقيقة للوضعية التواصلية، يعني هنا أسبوعيا. كيف ما قلنا راه الحكاية كنشوفوها في أسبوعين، يعني هنا عندنا في الأسبوع الأول 4 حصص ديال 30 دقيقة، وفي الأسبوع الثاني 4 حصص أخرين ديال 30 دقيقة، ولكن الوضعية التواصلية عندنا غير حصة ديال 45 دقيقة. صافي تتكمل لنا الوضعية التواصلية. بالنسبة للقراءة 5 حصص ديال 45 دقيقة، الحصة الأولى عندنا نص قرائي واحد أسبوعيا مع تصفية الصعوبات القرائية، الوحدات الأخرى نصوص قرائية نثرية وشعرية. نجيو دابا الكتابة، عندنا 5 حصص ديال 30 دقيقة لكل حصة، يعني الخط حصتين، نقل حصة وحصة واحدة للتعبير الكتابي حصة واحدة. كيف ما قلنا الكتابة 5 حصص ديال 30 دقيقة، عندنا الخط حصتين، نقل حصة، الإملاء حصة، وتعبير الكتابي حصة واحدة.
هنا غنشوفو دابا المستوى الثالث، عندنا الاستماع والتحدث. عندنا الحكاية فيها ثلاثة الحصص، يعني هنا دابا غادي نفرقو ثلاثة الحصص، جوج حصص ديال 45 دقيقة وحصة ديال 30 دقيقة. والوضعية التواصلية فيها جوج حصص ديال 30 دقيقة، يعني في الأول كان عندنا تنشوفو الوضعية التواصلية فيها غير حصة واحدة في المستوى الثاني. عندنا القراءة خمس حصص ديال جوج ديال 45 دقيقة وثلاثة ديال 30 دقيقة، يعني الأسبوع الأول والثاني والثالث عندنا نص وظيفي، والأسبوع الرابع غنشوفو نص شعري. الكتابة عندنا تطبيقات الكتابية 30 دقيقة، الإملاء والتعبير الكتابي تا هو 30 دقيقة، عندنا مشروع الوحدة 30 دقيقة. دابا غنشوفو المستوى الرابع، هو كيف ما قلنا راه بحال المستوى الرابع بحال المستوى الخامس والسادس، ولكن كاين شي اختلافات. غنشوفو المستوى، يعني هما من نفس المكونات غير تيختلفو غير في عدد الحصص. بحال بالنسبة للقراءة تنشوفو القراءة في المستوى الرابع 4 الحصص، ولكن في المستوى الخامس والسادس عندنا غير 3 الحصص. تاني في يعني شي اختلاف في ماشي الظواهر اللغوية، يعني في التعبير الكتابي ومع التطبيقات، يعني في المدة الزمنية اللي مختلفين. هلا حنا نشوفو بالنسبة للقراءة، عندنا نص وظيفي او نص شعري، يعني كاين عندنا نص وظيفي ونص شعري ماشي او. عندنا 4 الحصص ديال 30 دقيقة لكل حصة، يعني عندنا نص وظيفي غادي نمرو في 4 حصص لكل حصة 30 دقيقة. عندنا خلال الأسبوع الأول والثاني والثالث نص وظيفي، وفي الأسبوع الخامس الرابع عندنا نص شعري. يعني الا جينا نحسبوا الاسبوع الاول غادي يكون عندنا نص وظيفي، الاسبوع الثاني نص وظيفي اخر، والاسبوع الثالث نص وظيفي اخر، يعني عندنا ثلاثه نصوص وظيفيه. كل نص وظيفي كيتمرر في اسبوع في 4 حصص، لكل حصه 30 دقيقه. خلال الاسبوع الرابع عندنا نص شعري، يعني في الوحده كلها غادي نشوفوا ثلاثه نصوص وظيفيه ونص شعري. غادي تبقى لي نشيطه، يعني عندنا 4 الحصص في الاسبوع، غادي يبقى لينا الحصه الخامسه. عندنا هذيك الحصه الخامسه غتبقى غادي نديرو نص مسترسل، يعني نص مسترسل غادي نشوفو حتى هو في 4 حصص. غنشوفو الاسبوع الاول الحصه الاولى، الاسبوع الثاني الحصه الثانيه، والاسبوع الثالث والرابع ثاني حصة، ثالثة حصة، رابعة. هنا غنشوفو دابا التواصل الشفهي، غنشوفو غيكون عندنا نص سماعي حصة في الأسبوع ديال 30 دقيقة، ويعني ولكن نص سماعي تيتقدم في أسبوعين، يعني درس في أسبوعين، ولكن في كل أسبوع غنشوفو حصة واحدة ديال 30 دقيقة. كالظواهر اللغوية أيضا، يعني درس في أسبوعين وكل أسبوع غنشوفو حصة ديال 30 دقيقة. بالنسبة للصرف التحويل، التراكيب، الإملاء، يعني كلهم غنشوفو درس خلال أسبوعين، وكل أسبوع غنشوفو حصة ديال 30 دقيقة مثل التواصل الشفهي. بالنسبة للكتابة غنشوفو الشكل والتطبيقات حصة ديال 45 دقيقة، والتعبير الكتابي حصة ديال 25 دقيقة. غيبقى لينا حصة ديال 30 دقيقة في الأسبوع بالنسبة لمشروع الوحدة. دابا غادي نشوفو ما يسمى بالمستوى الخامس والسادس اللي هما كيتشابو، يعني هنا غادي ينقصوا علينا الخدمة. بالنسبة القراءة عندنا نص وظيفي ونص شعري، عندنا 3 حصص ديال 30 دقيقة. يعني شفنا في الرابع كان عندنا 4 حصص، ولكن المدة بحال 30 دقيقة، هنا غادي نشوفو 3 الحصص ماشي 4 الحصص. نص وظيفي في كل أسبوع عندنا، أو نص شعري عندنا الأسبوع الأول والثاني والثالث غنشوفو النص الوظيفية، يعني 4 3
نصوص. وعندنا الأسبوع الرابع نشوفه نص شعري. هنا وطبعا النص الشعري يكون فيه تو 3 حصص، لكل حصة 30 دقيقة خلال الأسبوع. بالنسبة للنص المسترسل، عندنا نص مسترسل خلال الوحدة كلها، يعني وحدة الكل غادي نشوفوا نص مسترسل واحد بمعدل حصة في الأسبوع ديال 30 دقيقة. دابا التواصل الشفهي، عندنا الظواهر اللغوية، يعني بحال عندنا حصة في الأسبوع ديال 30 دقيقة ودرس خلال أسبوعين، يعني كيف ما شفنا في المستوى الرابع تاهو هنا تيتشابه. وعندنا الصرف، يعني الظواهر اللغوية، كاين عندنا الصرف والتحويل، التراكيب والإملاء. يعني نشوفو حصة ديال الصرف والتحويل في أسبوع، وحصة ديال التراكيب، وحصة ديال الإملاء. ولكن الدرس تتقدم في أسبوعين، ومدة الحصة 30 دقيقة. غيبقى لنا الكتابة ومشروع الوحدة. عندنا الشكل والتطبيقات، عندنا حصة واحدة ديال 30 دقيقة في الأسبوع، والتعبير الكتابي 2 حصص ديال 30 دقيقة في الأسبوع. ولكن درس تتمرر في أسبوعين. يعني هنا بالنسبة للتعبير الكتابي، لو بغينا نديرو التعبير الكتابي غادي يكون عندنا 4 حصص في الأسبوع باش نديرو درس واحد في كل أسبوع في أسبوعين. وباش نديرو درس واحد عندنا 4 حصص في كل أسبوع 2 حصص. بالنسبة لمشروع الوحدة، حصة ديال 30 دقيقة في الأسبوع. وهنا غادي يكون سالا الفيديو ديالنا. شكرا على المتابعة، تنتمنوا ديروا لنا لايك وديروا ابوني للقناة ديالنا. شكرا.